اوكي، هسه بنعمل السيميليشن. لازم نتاكد من هذا الفايل. لاحظ اذا بدنا نعمل هذا الكومبايليشن ريبورت فايل، وهي السكيماتيك كابتشر او الانتيتي ناو تيست فايل اللي هو اسم البروجكت. نتاكد انه عملنا سيفنج كل الحالات، فعملنا سيفنج هذا الملف. وتلاحظ النجمه اللي هون المفروض اختفت. هسه بنروح نشوف شو صار عندنا هون، وين هذول الملفات اللي موجودين. تيست فايل بي دي اف اذر فايلز، هي هون تبع السيميليشن موجود بالبروجكت. عندنا سوفت وير فايلز واذر فايلز اللي احنا دورنا عليهم، وطبعا ديفايس ديزاين فايلز اللي هم الانتيتي. اوكي، هسه نعمل سيميليشن. يا اما نعملها من هون او نعملها من هون. هسه بحكي سيميليتر واز سكسسفول. هسه نلاحظ انه نقدر نعمل سيميليشن من بروسيس ستارت كومبايليشن ستارت كومبايليشن ستارت سيميليشن. نقدر نعملها كمان مرة نفس الاشي، ديبج انفورميشن نحط اوكي، انفو وارنينج فيش وارنينج كريتيكال وارنينج ايرورز فيش ايرورز. هسه بنشيك شو بصير عندنا. بس كيف بدنا نشيك؟ بدنا نعمل فيو وفيت تو ويندو. وين ويندو؟ اوكي، عندنا اند جيتس وعندنا زيرو وزيرو، الاوتبوت زيرو وزيرو وان زيرو وزيرو وكمان زيرو از الانبوت الاوتبوت زيرو. كمان عندنا زيرو وان زيرو وان وان وان. فشيكنا جميع الاحتمالات، عملناها زي الكاونتر حتى تطلع الاحتمالات كلها مشيكة. اوكي، هسا اذا بدنا نبلش نعمل نيو فايل، بنقدر نروح هون ونعمل نيو فايل ونعمل سكيمات على نفس البروجكت. من في سكيماتيك كابتشر نطلع فايل، نقدر دغري مباشره نحط انبوتس اللي هي ولا جيت. بدنا بدناش الانبوت والاوتبوت، بدنا جيت بريفيتيفز لوجيك. بدنا نحط هون نشوف اذا في انفرتر شغله سريعه. هي النط. اوكي، بنحط النط وبنروح كمان نعمل دبل كليك وبعدين نشيلها ديليت او رايت كليك اون ات اند ديليت. سهله. فبنروح هون كمان على نفس هاي، بندور على مينيمايز ذس، وبندور على بنز اللي هو انبوت اوتبوت، حط انبوت. وكمان بدنا نعمل اسكيب هون ونعمل كمان واحد اللي هو الاوتبوت الاوتبوت، ونقول اوكي وبنحط هاي هون. هسه نعمل توصيل خطوة اثنين هذا الفايل اللي هو سكيماتيك كابتشر فايل. ذكر سكيماتيك بروجكت، سكيماتيك كابتشر، وبعدين سيميليشن فايلز اللي هم اثنين، هي هاي وهاي اللي بنشتغل عليها بروجكت. طبعا اول اشي هسه بنروح على نعمل هذول التوصيل بسرعه. اوبس، ما وصلناهمش، بس بدنا يصير صليب وبعدين يصير هون باكس وكمان هون صليب وهنا باكس. خطوة وراها بالسكيماتيك كابتشر فايل بنغير النيمز، هاي A بنطق عليها مرتين اوكي، باك سبيس بحط A وهنا بحط A not. اوكي، الخطوة اللي وراها صار بدنا نعمل كومبايليشن. يس، لوك تو سيف